الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عمير بن سعد في صغره، عمير بن سعد نسيج وحده، قاله عمر بن الخطاب صحابيا وكدوين هي أصحابتي كلا أن سؤال كيني ومرك إتاجنت هاي هبك وقري قراءة كتابك لما درسي بك دي كلي درسي لغة اللي يرانتي سي الدرسي جارة لغة اللي وين كيسة سادرتي درسي كمانتا ويرانتي سي دي إلهي نوافجية كان برنا وأسلاي سجي وين كيسة مكو وين هذا حون الخطاب باوحو يري مرو كهلي عمير ابن سعد نسيج وحدي من لم إذا ما كملها لا ثانية له سكنت من مش إنجليش كله من بمعنى بوس كيس إيمان كرا أما إساق لم إذا ما لها وحاة ما أنت كل شيء عمر بن الخطاب. تجرع الغلام عمير بن سعد الأنصاري كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره ولكن يرى عمير الأنصاري يعني وحاول دميي رنتي لبتي كسو جارتي أغاني مدي يفقري لغب الله سوغو ير مركو أبيه ودنتي أغاني مو كسو كرا مرك أوكي مركي أبيه ماشي وكما قيني هاي أغاني أو النقضو ودريمي كرتا ويكالي جيد إناني كوفي اللان كارين مركا لب وصامر أغاني نوا وصامر قد مضى أبوه إلى ربه دون أن يترك له مالا أو معيلا أبيه في الدنيا كتجي السجع أن كجتجين وحاله يعيد مركاوي كيسة السجع جذاشي دريشة مركا طبعا حول لا أن هدي والد كأولنته لكن ولالك وجوجا أدار وجوجا أوكلا قال أديك كاوين الجوجان أوكلا وحون أديك مسؤولية ده حمبارة أوكلا ويوناك سنة له لكن هل كان قضي وود انتي حالنا كما تجين ضد ويلك أرنكيسة لو ريغانا كمان تجين لكن أمه ما لبثت أن تزوج من ثري من أثرياء الأوس لكن هذه حبا كما سوورين قارت اي قرستي من مال قبانة أو مال قبانة ذا أوس أح من حالة هذه قرستي يدعى الجلاس ابن سويد أو لو يري الجري مجيسون وها الجلاس ابن سويد ابن سويد فكفل ابنها عميرا وضمه إليه السجاويل هي كفالة قاضة كون الضري فملي أو حكدي سجاويل الضري أو كذا وقد لقي عمير من بر أو من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم رناهن تنيك عميرها جلاس أو آه إن كان أذيركي حد هيدي جورسدي كنت وحكرا كل مي سمفل وناكسن دريال وناكسن عطي وناكسن وحرنتي هالمانسية إنه بأغاني يعني معنى وحا وكهلي سؤلوينت وكهلي إنك كان الجلاس هي تريتاران توحيبها اللو شي شي إنه أغاني يتمي بوه المان وها المان وكان فأحب عمير للجلاس حب الابن لأبيه كما أودع الجلاس أم الجلاس عندها فأحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه كما أولع الجلاس بعمير وولع الوالد بولده إنك جليس إنك عميرها جليس أما الجلاس عندها أد بأجعل هذا سيدا ويل أبيه أجعل هذا الجلاسنا رنتي وأجعل هذا ويلك سيدا والد ولد أجعل هذا بمعنى لبذا إلهي سبحانه وتعالى بقلوبته هذه السفورة وكان كلما نما نعيم عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه عجابا مركز وكرين كي سأسيك بعنه إنك جلاسها آد بورنتي أسيج علاني يعني ما لما لم تكدم بيس لما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل عمائله من عماله وحكى لنا ما هي محاقوا عنها محاير محاقوا قنبو قتي فهمت إيو رنتي مسكح فران مركز تو شقاء قبانا سيد الربع يقبان جري
وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاتي وحكاية أد ورد عيب صفات كونكسن ولها أمانة ذا هوش الله در تسيدة أي تهو أقصو بيحي جري مركة نينكي جلاسها ما أرأتي عمير هو يدي قبي رنتي أد بقول بعيد يعني بمعنى إلى هير سيدي إنه ويل كيس أو جهي أو كلا لابدو أد بيسو فهمين. وقد أسلم الفتى عمير بن سعد وهو صغير لم يجاوز العشرة من عمره إلا قليلا نين كان دل يرضى عمير وهو إسلام إسو الميرة وولي توان صنع عن دافن فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه إيمان كرونتي روحو هلي قلبي سو فريش أو مرن هالكاسو قال شركي يهولها مصو مرن وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل في ثناياها إسلامك وحاو هلي نف سافئة نفس دي سو سافية ويضو إسكا كليرة وحو كدح هلي بولي هاي تربة خصبة كنت عرصا ومركو حرقو بيرانكر هلك وماشي إيمانك وكو بيرموه فكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكو نين يرأى هذانا ما يندعن إنه مال أنكهب سامي صلاة النبي يقول ده تكنيه وكانت أمه تغمرها الفرحة كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منها أو منه تارة مع زوجها وتارة وحده هيدن رنتي آد بيوفر حجرتي مركي أركتر ويل كيدر مزايد كان أسي الصعدة كسر الصعدة مرنا كلي الصعدة مرنا أديركي أولى الصعدة آد بيوفر حجرتي معنى تربية في عنب إله سبحانه وتعالى سي. وصارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو بلش يسرون السابع هيدا نغلق روح بضم بعيد هانئة وادعة لا يعكر صفها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر نروح هيدا يسكا معرتين مع او دقان والنبضة او رنتي وح فسهالين كرآن يجرين بدن كا اي وطن رشعي معانا وح مركا خربي كرآن يجرين ساسو كن ولا مركا نروح دقان او جوي إسهيستا أو سارم أو نب آن الله بصومري حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقصاها قسوة وأن يمتحنه امتحانا كلما مر أو قلما مر بثي فتى في سنه لكن إله بروح الله الضوانة يقول كان لن يرى ذا يقول إقان جارك هذا ونهانا قاتل يعني المعنى مرح الله صلى الله عليه إن الله كلمه تجربه آدي أدو أذك إيه امتحان آدي أدو أذك ورنتي قف دأدي ساولي أنو صامرين إلا هو امتحان مرك امتحان كان مرك سوق جاري محوقها نولا الشباب أن أجين إن يسكو قف اللي ومصارقنا إن واحد بيسكو آد دنايين نمبرضو إن يسكو آد دنايين واحد بقى أن يجيرين لكن امتحان كان سوى جهي عمير بن سعد كاننا كاتبك إنو يراد في صغره بمان تكهل لنا وحكا لأبي حمينه محاكين في سنة التاسعة سنة كسجالات الهجرة مكة العمرية أعلن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عزمه على غزو الروم في تبوك رسول كوح ودتك ورقلي إن ودولان وكوية حقا تبوك منك روم ودولان كوية هاي وتبوك عند دقال كان ودقال كي تبوك سنة كسجالات بودعي سجال بقول يقوق كيلو مترنا ويؤجر تاهلك مدينة ونور مكة لغتغو تبوك الآدي وسجال بقول يقوق كيلو مترون dagaalka wuxuu ku socdaa dagaalkii waxa lala dagaalamay nimanka Roomaanka lala dagaalamay Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii wuxuu yiri halkaasaanu dagaal u tageyna wa amara almuslimin bi an yasta'iddu wa tajahhazu lidal muslimin tan wuxuu amray in ay diyaar garoobaan oo u tababashaystaan wa kana alayhi salatu wasalam idha arada an yaghzu ghazwata lam yusarrih biha Nabiga caada waxa uu ahay markuu duulan galayo ama cid uu duulan uu ku yahay inuu san sheegin aanu dhin halka بام كوسي سعنا ولي النبي صلى الله عليه وسلم أفكي ما صومر وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها النبي قصي أمل ده جري مرك أوسع على باري نحو دي جري قال بيت بام كوسي سعنا مرك تقال كالقاضي إلا في غزوة تبوك لك لكن دولان كان مويا فإنه بينها للناس ذلك هو عدي يعني دولان ذي كالنبي القاضي جري مركو حقا كوسي على وقلوه لكوفو بام آدينا حقا سانكوس على مدينة ما مكان نادينا بديجي وقريب جري إلا غزولا سدى أي تودوت كوشي صلى الله عليه وسلم وقادة دولان بابنا هاي وحن أسيس عنا حقا أي تبوك
masaafada waa intaasoo kilomitir, yani طبعا masaafada waxa lagu xisaabtamaa intaasoo arifoof, intaasoo habeen, intaasoo maalin, kilomitirka ma jirin. Dadkaasna la dagaalamayna ciidanku waa sidan, yani wixii top secret ahaan jiray militarily buu nabiga sallallahu calayhi wasallam saxaabadii saytaha u sheegay. Sababta maxay tahay marka? Libucdi shuqa, maxay la masaafada fogeyd, fogaanta fogeyd, wa cidami lmashaqa iyo dhibtu aad iyo aad u darayd, iyo quwati lcaduwi iyo cadowga la rabay in lala dagaalamo awoodda uu leeyahay. Liyakuna annaasu calaa bayinati min amri, say dadku arrinka ay ku kala caddaato oo fayakhudu lilamri uhbatahu wa yaciddu wa yuciddu cuddata, say u tabaabushaystaan oo ciddadoodiina marka u qaataan. Ulaha qur-aanku uu ka sheekeeyey subxaanahu watacaala inay ahayd maalin aad iyo aad u daran, oo jeyshkuna uu ahaa waqti cusra la soo maray, dad fara badan, dad waxaa jira saxaabada ka haray, oo darsi adag uu kusoo degay fi lqur'aan lkariim, laqad taaba allahu cala lmuminiina. Markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamayo dadkii muminiinta ee meesha ka haray oo ay ka mid calaa thalaathati aladiina khulifuu xataa idaa daaqat calayhim lardu bima rahbat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh thuma taaba calayhim liyatuuba ina allaha huwa atawwaabu raxiim. Waxaa lagu canaananaya raggii kacabay, ragga la midka oo ka haray. Marka dagaalkaas dagaal aad iyo aad wuxuu ahaa runtii u dhib badan. Ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamayo jalla wacala waatan wuxuu leeyahay haddii ay ahaan lahayd masaafadu masaafo dhow hadday ahaan lahayd way bixi lahaayeen, walaakin bacudat calayhim ashuqa wasaxlifuuna billahi law istatacna lakharajna macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu aclam innahum lakaadibuun. Waatan law kaana caradan qariiba wasafaran qaasida latabacu, haddii ay tahay dagaal marka la tago xoga markiiba gacanta wax lagu dhufanayo, wa safaran qaasidan safarkuna aanu mid fog aanu ahayn uu iska dhexdhexeeyo uyahay, latabacuuka ku raaci lahaayeen. Walaakin bacudat calayhim ashuqa, laakin masaafadii baa fogaatay. Habadaba marka dad fara badan oo munaafiqiinana maalinka waa lagu ogaaday, dadkii muminiintana waa lagu ogaaday, dad muminiina xoogaa cagajiid uu soo galay, wahsi uu soo galay, laakiin marka dambe faraha laga kawiyey oo darsi culus loo laqeynay waa ay jireen, oo nimankii saxaabada ay saddexda ahaa oo qur-aankana si cayaana markaa u sheegay. Ilmuhim ghazwadaanu ghazwo aad u daran bay ahayd. Muslimiinta marka mayan haysan sahaydii loo baahnaa, logistic ku filan mayan haysan, ha ratiba waxaa laga yaabaa lagu kaltamayay, ninkanna marbuu raacayaa, ninkanna marbuu raacayaa, timir baa la muudmuudsanayaa, ilaa heer waxaa la gaaray xitaa maaragtay xoolaha dhiiggooda inta la fariisiyo la cuno. Yacni xaalad xun bay ahayd, aad iyo aad u daran oo haraadkeeda leh. Marka jeish alcusra waa tan lagu magacaabayo, xaalad daran bay ahayd. Nabiga marka wuxuu yidhi haddaba ogaada duulaanka waan u soconnaa iyo diyaar garooba. وعلى الرغم من أن الصيف قد دخل ما دام وقتي سمك أصغر والحر قد اشتد كل كان أودر راضي كل كان كهل لأن معها كان مالها ولا بعطان كأنا ضعف الماء وكنت مبالغ هلا ومكيفات كانوا شقين والثمار قد أجنعت مرهن أي بسلاذن والظلال قد طابت هركن أي مركة ملو ببقى هوس أي تاي والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل وفقنا طبعا مركو كل الكوبطة dadku ruux noocan cagsi baa soo geliyay, qofku maanta uu iska hurdoonayaa wuxuu jecel yahay inuu maanta dhan hooska aanu ka dhaqaaqin aanu iska fariisto. cala araqmi min dalika kulli, iyadoo wax alla wixii qof bini aadama hanjab ku keeni lahaa oo jihaadka ka fariisin karahaa ay jirto, faqad labba almuslimuuna dacwata nabiyihim calayhi salaatu wasalaam, muslimiintu sida ay tahay bay u ajiibeen nabiga sal alla alay wasalam baaqiisii, wa akhaduu yatajahazuuna wayastaciduun, waxayna goda galeen inay tabaabushaysanaan oo isdiyaarinayaan. Wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo sayf marka la gaaro, yacni dabcan wadaa kulaylka marka la joogo, waqtiga kulaalaha marka la gaaro, dabcan dadku waxay iska jecelyahay inay iska nastaano, oo maantana lambeerihii baa baxay, midihii baa baxay, qof walba wuxuu iska jecel yahay meel hoos iska fariisto, biyaca iska cabo oo uu nastuu jecel yahay, maxaa kulaylkuna aad buu u dareen. Qoladan marka saxaabata rasuulilah sal alla alay wasalam iyagoo arkaya masaafada fog oo distance aan dhaweyna, iyadoo waxa ay ku howlgeli lahaayeen oo ku dagaalgeli lahaayeen ayan haysan, iyadoo nafsaduna noocan ma si uun ay ugu yeerayso leedahay war meeshan ku nasta oo samarkii baa la gaaro oo iska faysteeya oo mirihii baa soo baxay oo qabowgan iska fariista oo iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, haddana saxaabata rasuulilah sal alla alay wasalam amarka rasuulka mayan sarifin, sida uu yahay u meel mariyan way diyaar garoobeen. Gayra anna taa'ifata min almunaafiqiin أخذوا يثبطون العزائم ويهنون الهمم، لكن وحد جري كوح منافقين تكمذا أي واحد باللابين ددكي قوان كقاتي قرار كقاتي إني النبي قرعان إني هنجب إيكو كيانان
oo himamtiina ay habac ku keenaan. Oo waa maxay? War iska fariista iyo waqti la baxan maahay. Maxamed say ka noqoto jeeshkaasu iska celin karaa iyo ka waran haddii intaas socotaan aad halkaa ku nafweydaan ka waran war haraad iyo idinku dilin iyo hawlahaas ay bilaabeen. Wayuthiruuna shukuuk waxayna bilaabeen shaki inay ku bilaabaan. Ay kiciyaan oo ay dadka ay ku beeraan hadduu nebi Maxamed xaq uu yahay ma isaga u baahnaan lahaa nimanka inuu la dagaalamo ilaah baa baabi'in lahaa hawlahaas marka bilaabay. Weligeedna الطابور الخامس منافقين تو مجتمع الويلين وقت يوم حلقة ذلك كان نبي قال لتو كان يوم قول لسوهم يوم وضد كيف يكون حجران والنبي يهور بوذيان حلقة مركة الأمر وكان إنه يسوق التاقن أي إسكن نعم ليان وقال نوحل بوكي لكن مركو حقا أسي جيس إقلال مركة كاكا كيانان المركة سيداسة وطن القرآن كأولي ينادونهم ألم أنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير إلهي وحكاها لأن منكم منافقين يوم القيامة مركي إنتي كي ما صورك له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم وحلك جندي النار مركي ماشي مرة آخر كي يكوها وقتان حق النار منافق مركي ولي وجود وحي كل سمينين ويغمزون الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه رسولك أي دري مركي intay xoogaa isku baaqaan binabiga sal alay wasalam ghamzi ku sameynay wayudliquuna fi majaalisihim alkhaasati min alkalimaati maa yadmaguhum bilkufri damran majaalista iyo meelaha ay ku sheekaystaan markay isugu yimaadaan nebi maxamed sal alay wasalam iyo saxaabadiisa runtii waxa ay ku sheegi jireen wax runtii qof bini aadam haddii lagu sheego runtii u baabi'inkar runtii yani damgu luqa ahaan waxaa lagu magacaabaa qofka marka nabarka lagala beegto madaxa marka qofka madaxa lagala beegto nabar qofka khalaas ma kici karo meesha qof bini aadam ka dhaqaaqi karo lugto kale oo kici karaa nabarku kale inuu kaca laga yaaba laakiin madaxa khalaas wey fayadmaqo damqi marka la adeegsado taas waa dhabca dhaawac madaxa ku dhacay waxaa loo yaqaanaa daamiqa ama damiq markii jaraaxaadka ay marayso haddaba damqi kelmadda la adeegsado waa maxay sida ay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam dabarjiminta ugu sameeyeen iyo sida ay u durayeen iyo siday dadka ugu kicinayeen iyo shukuugta say u beerayeen wax runtii qof bini aadama meel fariisin kara ahayd mana sahlanayn xaaladdu saab ahayd marka wa fii yowm min hadihi alayaam maalin maalmahan ka mida alatii sabaqat raxiil aljeish ciidanka intuusan dhaqaaqin ka hor caada alghulaamu cumayr ibnu sacdin ilaa beyti wiilkii yaraa cumayr baa gurigiisa ku soo laabtay بعد أداء الصلاة في المسجد مركو صلاة كسب تكذا مسجدك وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بدل المسلمين وتضحيتهم رآها بعينيه وسمعها بأذنيه كدي مركي النفس الديسة ايرونتي اي لسو بحسنتي وحيابا آد يا دوق روح بضم بصار إلا ان تقالك بالقالي النبي نفسه الزيارة سواما وحو لكل المسلمين حوله هذا بحنيه ونفته هذا هريه وحو انديه سنة كأركي دقيه سنة سواما قليم بصار وحو أركي مالنكاس فقد رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أركي هوانكي مهاجرات كأها هي دومركي أنصار تأها انت النبي قوي مادان مادام عيدا للديارين يدقى الله سعود ينزعن حليهن ينزعن حليهن ويلقينه بين يديه إن يسا يوصل صار وحل لوحي ذهب أي حرايا قام قشم يديه لهي وحي قعنت الوحرا لها وحي ما أركتي قارت الوحرا لها نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليجهز بثمنه الجيش الغازي في سبيل الله سي حولها كسب بحي ذهب كاس لوغ ما اركتي ودغليو عيدنكا دوليه اي اادي حقا مكه المكرمه حقا يتبو وابصر وحو اركي نيك عمر ليه بعيني راسه لغه العرب قال لما بعيني راسه وحو انديس كو اركو عثمان بن عفان بو اركي او صحابي قاول ياتي بجراب فيه ألف دينار ذهب إسوغو وضا وليمي كيش ويكجرو كن دينار كن دينار كيش ويكجرو كان ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي وكان ريال كان أبا هنا إناد ذكي كهو الجلس وشهد عبد الرحمن العوف وفارك عبد الرحمن العوف ونائما ضون بإذن الله سبحانه وتعالى يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب إسوغو نبر كيسة كسيدة لباتن أوقية ذهب ذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم نبي صلى الله عليه وسلم هردي إذن أوقيدة طبعا جرامكي وسجل لواتن دبعت دواتن إيشان
marka 200 oo kiyodood adiga waa 6,000 oo garaam wey, yani dahab inta gaarsiisan buu hor dhiga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo rasuul allah wadada ilaahay dadka ugu diyaari. Bal ina waraa rajula yacridu firaashahu lilbay, wuxuu arkay xitaa wax kale iska daaya nin gogashii uu ku seexanayo beecinayo, liyashtari bithamani samana sayfa yuqatilu bi fi sabiilillah, si gogasha waxa ka soo baxaya ugu soo gato seef wadada ilaahay ku dagaalamo. Marka waxaasoo dhan buu soo arkay. Walidaalika qur-aanka fi suurati tawba suwartaas aad bay runtii u sawirisay dadkii jeishi lcusra maalinka taaba geliyay. Waxaa kaloo laga hadlay minhum yalmizuka fi sadaqaati fain acطuu minha radu wain lam yacطuu minha idha hum yasxatuun walaw anahum raduu ma aataahum allah. Waxaa laga soo hadlay aayadahaasoo dhan weli jawiga suurat ama tawba atmosfeerkeeda dhan jawi wuxuu cajaa'ibtiisa leh. Wiilkan marka masjidkii wuu tegey, dagaalka waa tan lagu dhawaaqay, ciidanku way tababashaysanayan, waa la isdiyaarinayaa, nin walba wixii uu heli karo meesha keenay, dadkii iyagu ilaahay uu jeebkooda u weyneeyey ee hantida iyo xoolaha uu siiyey waa kan. Nin walbaba intii tabartiisa taagtiisa la egtuu tallaabsanaya wixii buu soo arkay. Gurigan ayuu ku ogyahay, wuxuu ku ogyahay Aljulaas oo ah ninkan hooyadii qaba adeerkii ah inuu yahay nin ha sari xoola leh min athriya. Fa akhada marka Umayr yastaciidu hadihi suura alsuwar alfadata alraya wa yacjabu min tabaatu aljulaasi can alisticdaadi lilraxiidi maca rasuul sal alla lay wasalam. Markuu arkay mar walba dabcan filinkii buu soo ceshtay marka guriga markuu ku laabtay baaba mar walba waxaa hortaagan nin kiish wada oo dahab uu ku jiro iyo haweenay ma aragtay dahabkeeda si nabiga ku hortuurayso iyo mid firaashkiisa beecina dadkii oo dhan aan loo kala harin bu arkay. Waxaa marka isu qaban waayey dadkii muslimiinta ahaa athriyada ahaa ilaahay wax siiyey, waa tan dadaalkooda muujiyey, ninkii jalaas ahaana ama aljulaas ahaana uu xoogaa ka gaabinay inuu xataa isdiyaariyo tiiba isu qaban weyday marka. Wataakhuri can albadli min alraqmi min qudratihi wa yasaari, inuu dib ugaga dhaco inuu xoolihiisa bixiyo iyadoo ilaahay subxaana watacaala awooddii iyo daninimadiiba uu siiyey oo tanaadnimadii uu siiyey. Taa marka wiilka wuxuu ahaa marka nin dakiya aad iyo aad u caqli badan, wixii baa isqaban waayo. Julaas waa nin muslima, safkii uu kula jiraa, wulatu kada guriga uu joogaa, waa nin ilaahay xoola uu siiyey. Leesh caad maxaa keena marka inuu ka haro ragbiga kan waxba aana la harin. Wakanama araada Umayru an yastathira himmata aljulaas wa yabcata alxamiyata fi nafsi. Marka aad buu caqli badnaa Umayr, wuxuu bilaabaa marka inuu ninkan himadiisa uu kiciyo oo xoogaa ma aragtay nakhwadii iyo raganimadii muruadii inuu ku beero oo fa akhada yaqusu calayhi akhbaara maa samica waraa waraa. Markaas wuxuu bilaaba inuu yihahdo war maanta waxaan soo arkaa adeero ma ogta, maanta waxaan arkay Cuhmaan ibn Cafaan oo intaaso oo qiyadood daaliyo, waxaan arkay dumarkii oo dahabkooda oo la baxayo, wixiiba marka uga sheekeeyey. وخاصةً خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد عندهم من الركائب ما يحملهم عليه. قال ها وحو قال شيكي كوح مؤمنين تكمل النبي انت أويمي أو إيابا أو سيد ربعة أوي ديستو يا رسول الله عيدا كينا رعنا رمنا لكن هو ما هيصن نبي قال أويل هدبا دوحان إنكو هول قلي أمونا ما هيو ما أحملكم عليه فرس إذي مهلي كرو ساف إذي مهلي كرو. فتولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا يقول مركا هلكا أي كتغير يقول ساو إلي ميني مروك درتيب ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد إن أنا هلي كرين وح مركا ما أرقتي وح أي ربين أمنيوذ وح جارسين كرة ويحقق لهم أشواقهم إلى الاستشهاد يسيدا يجعلهم إني شهيدان وحو عقيجين لها مركو عيري مركو كهلا دك وحبيحي بوعيري ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومركو حكى سلم بحية رقو حاجة من السعرة ولا رسول الله واي إن كان ضد قال لهم كار أودي لبانه لكن ما هي سنة قاديتي أنكو سفر لين ما هي سنة نولي وضد أنكو مر لين ما هي سنة سافكي سافتي قلب كان كنت قال قيل رسول الله نسي رسول الله يقول مانو حنكا كان مركا مرا يقول مرو قيسان بمركا هلكا كتين وانتو إلهي سبحانه وتعالى ليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أجد ما أحملك عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قرآن مركب كهر لي وقون ضد حجر كويمد أو كي رسول الله أنه هول قلي أدونا أتري محبه لكرب محن إنسياب
faras ma hayo, ratib ma hayo, saaf idin ma hayo, waxaad cuntaan ma hayo, iyaguna murug darteed halka ay looyo. Cumayr marka wuxuu rabaa ninkii Julaas inuu yidhaahdo war miyaadan damiir lahayn, dadka xoolahanada haysata, xataa haddaa adugu aadan bixin, dadkan hawgeli intii markuu daldalay. لكن الجلاس ما كاد يسمع من عمير ما سمع حتى انطلقت من فمه كلمة أطار صواب الفتى المؤمن مركو لقي يستئي الكذب بقى إلهي وحو قدري نينكي جلاسها إنو كل واقع كلمة رنتي ويلك يرى عميرة حتى مسكحي يسأي كسيقت إلى ملع الله تكتو يعني مرحى دولي قارئ كلمة أن قرح بطنين بيه إذا سمعه يقول ماشي يكفي لي ها هضم بحيائي دجالك انا قلي انت واتن ماشي يكفي يقول لي ان كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوه فنحن شر من الحمير محمد وحن شيغان النبي معناها وكو هي هدو رون كشيغي رون هدي كتا والله انك ضميرها كلي ده النبي رب منو اقرن يا بيه وكلمه هدي كنت انا سهلني هذا كسو دقي دون ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم بما لم ينال وما نقموا الا ان غناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا خير لهم وان يتولوا عليهم عذابا اليما امام دون تعالى صلى الله عليه وسلم كلمه ده ابو يمر محمد ده مركه نيك جولاي سنين مسلم وفي عم بوها لكن وحا بروجرام جري او تشويش كان فيروس كان كبوحي نمك منافقين هذا اللي صدح مريض افر الى تنك سع هذا الذي اي غريين بعد نيك دنك الاوروبي ماشي ايمانك سالك مركه نقصان باصوغش كلمه ده مركه مقلد wuxuu leeyahay laqad shudiha cumayr mima sami aad buu runtii ula yaabay ula ama kaagay wuxuu maqlay ninkii cumayr ahaa fama kana yadun an rajula lahu aqlu jalas aqlu jalas wa sinnu tanidu min famihi mithl hadhihi alkalima allati tukhriju sahibaha min aliman dif'atan wahida wali ma anu ma laysa min kayr in jalas oo kale da'di sana jira in afkiisa kasoo fakaraysa kalimat انت لاك او قفك اسلام كسارس يعني قفل بكفلي لكن كان كمسلم فيلين وتدخله في الكفر من اوسع ابوابه اسلام مر كان قال لماذا انا كرديس او والبابك هو انه قال لماذا وكجل يقفك وكما تنطلق الالات الحاسبه الدقيقه في حساب ما يلقى اليه من المسائل انطلق عقل الفتى عمير بن سعد يفكر فيما يجب عليه ان يصنعه فدوكتين كمبيوتر كمركي وحلاضره برنامج لا دروا تصوري جمكي وسو قبطه هذا السيرفر مخه كجرا نينكا كان بوليه كاتبك الات الالات الحاسبه سيده كمبيوتر كو شقيه واكر سيغه وليه في المسكح يسو شقيس هل مر المسكح وريت وكيف فكره مره الجواب توسين لها مره الا ان ظننا اسلام كما لا كان دعي وح سهلا ما نينكا نو نينكا ابي وغرون runtii gacanta ku hay ee tiritaareya ninka soo koriyay soo ma aragtay halka la soo ekeysii marka jawaabtu bixin lahaa jawaab sahla marka ma laqad ra'a marka anna fi sukut an aljulas wat tasattur alayhi khiyana allah wa rasul wilku waxa uu soo baxda marka in uu ka aamuso ninkan julas waxa uu yiri ama inuu qariyo inay tahay khiyano ilahi rasulkiisa la khiyaamay wa israran bil islam wa idraran bil islam alladhi yakidu lahu al munafiqun wa yatamiruna bihi ayna tahay haddana dib la gaarsiiyey islaamka oo maanta nimanka munaafiqiinta ay hagarta u maleegayaan munaafiqiin baa habeen iyo maalin waxay ka shaqeeyaan sidii marka loo majaxaabin lahaa islaamka kan oo marka hagar marka ay dibin daabe loogu dhigi lahaa marka wuxuu yiri haddaad aamusidna nimanka munaafiqiinta aad garab siisay oo wax khiyaamaad ka aamustay wax laga aamusama waa dhan wa anna fi idaa'ati ma sami'ahu uquqan bil rajul alladhi yanzil min nafsi manzilati al walid ومجازاتا لإحسانه الذي إليه بالإساءة هذه وركة قدبية والنبي قال أشياء أنا لأن وحي كتها إن نوعا ما مال وكاكاد دعوة عاسي نيكي قريب كسو دوي هلك بوسك معركتي ويلو دراء وكالك دجي والد أن مقضي وناقة يعني أسلمي إنت لابد يا مركو شقة موي مركو قلب ورد ويلك يا مركو يا طبان إما لها سوكالة المهن وأسترس ما لها مسكح فديدة oo intay fariisaan waxay ku fakaraan waxa laga yaa markii qofku wuxuu noqonayaa qof runtii xaalad kan markaa galay fa huwa alladhi awaahu man yutim ninki uu ka hadlay markaa fa huwa alladhi awaahu man yutim wa aghnaahu min faqr wa awadahu an faqdi abeehi ninka kan dambiga galay waa ninka markaa isagoo agoona soo dumay isagoo faqiira hodmiyay
isagoo waalid la waalid u noqday. Wa kana cala alfata an yakhtaara bayna amrayn axlaahuma mar, wiilka marka wuxuu ku qasban yahay marka labadan meel, labadan shay inuu kala doorto, laba kala daran, kala dooradiya marka hortaal, marka midba midka kale ka qaraariya. Wa surcaana ma akhtaar, markiiba wuxuu maskaxdiisu shaqaysaba wuxuu doortay go'aan, go'aanka muxuu ahaa? Faltafata ila aljulaas, ninkii adeerkii ahaa buu saa u milaystay, qaal wuxuu yihi wallaahi ya julaas ma kaana cala dhahri alardi axadu bacda muxamed ibni cabdillaahi axaba ilaya min, horta ogow dhulkan guudkiisa ilaahay ma keenin qof aadana ah oo adiga aan kaa jeclahay marka nebi maxamed laga soo tagay. Nebi maxamed baa koowa adaab ku xiga, fa ant aatharu annaasi cindii, dadka kanaan ugu jeclahay adaa ah, wa ajalluhum yadan cindii, ninka iigu maaragtay galladaysi badanna waa tahay, waxaad ogeyd baad ii gashay. Walaqad qulta maqaalatan in dakartuha fadaxtuk, waxaasa tiri kelmad haddaan ku sheega maanta fadeexa ay kugu noqonayso. Wa in akhfaytuhaa, haddii aan qaryana khuntu amaanatii wa ahlaktu nafsi wa diinii, aan ahay mid amaanadiisa khiyaameeyey, diinkaygii nafsadeedna meel kaga dhacay, ma aamusi kara bi. Waqad cazimtu cala an amdiya ilaa rasuulilahi sal alay slam, go'aankaygiisu wuxuu yahay inaan dhaqaaqo rasuulka ilaahay u tago. Wa ukhbirahu bima qult, waxa aad tirina say tahay nabku siiyo u sheeg. Fakun cala bayinati min amrik, haddaba la soco arrinku inuu saa u dhici doono. Yani wiilku wuxuu qaatay go'aana inuu samarnab, maxay lakin laba kafadood baa tal kafad alwalaa lislaam, in islaamka daacad loo noqdo iyo in odayga daacad loo noqdo, labadaa mid weyn. Marka sida saxda wuxuu door biday ilaahay rasuulkiisa, wuxuu ka door biday ninka kan iyo maxaa la ninkan shalay ilaahay baa u keenay, allihii keenay ee aabba uga dhigay ee runtii ku hadeeyey inuu noqdo ninka kan tiritaareeya, allahaas inuu khiyaameeyo, inuu isaga marka uu dembigiisa u fadeexay waxaa u sahlanaatay inuu isaga fadeexo ilaahay inuu khiyaameeyo. Madal fata cumayr ibnu sacdin ila lmasjid, masjidku isku dhaq halkaa isku tolay, masjidku soo aaday. Wa akhbara annabiya sala alayhi salaatu wasalaam bima samic min aljulaas ibni suwayd, julaas wixii uu yiri buu nebiga nafku siiyey, hadalkii uu saytaha u gudbiyey. Fastabqaahu rasuul sal alay wasalam salawaatu llahi calayhi cindahu, nebigu wuxuu yihi ila joog. Wa arsala axada asxaabihi liyadcuwa lahu ljulaas, nebigu marku wuxuu dirnin saxaabada kamid wuxuu yihi ninka igu yara julaas le, wama huwa ila qaliilun xataa jaa aljulaas faxiya rasuul llah sal alay wasalam, in yar kadib waa yimid ninkii julaas ahaa rasuulku salaamay. Wa jalasa bayna yadayhi, nebigu har fadhiistay. Faqaala nabiyu sal alay wasalam, nebiga markuu hubsay wuxuu yihi maa maqaalatun samicaha minka cumayr ibnu sacdin, maxaa ka jira hadalkii uu cumayr uu kaa maqlo kaa soo sheegay. Wadakara lahu maa qaala, anti buu u sheegay marka hadalkii ahaa ina muxamed in kaana muxamedun saadiqan fima yadacihi min annubuwati fanaxnu sharu min alxamiir, dameeradaba innaga ka liidan, hadalkii ahaa buu nabiga nafku siiyey. Faqaala aljulaas kadaba calaya ya rasuul allah, been buu iga sheegay, waftara oo igu been abuurta, fama tafawahtu bishay min dalik, waxaasoo kale afkii ima soo marin. Wa akhada asaxaaba yunaqiluuna absaarahum bayna aljulaasi wa fataahu cumayr ibni sacdin kaanahum yuriiduun an yaqra'u cala safxatay wajhayhima ma yukinuhu sadrahuma, saxaabadu marka waxay bilaabeen ilan meesha waa la fadhiyaa, arrinku waa arrin khatara, ima islaam ima kufri. Markii uu mayada qabtay oo uu yiri waxaas ma dhihin waa been abuur, markuu yiri saxaabada halkaasi marka dhoobayn, waxay bilaabeen marka inay indhaha la raacaan, marna waxay milicsadaan Abdulaas, marna wiilkii yaraa Cumayr ibn Sacad, waxay marka wajiyadooda inay ka aqriyaan qofka beenta sheegaya iyo waxa laabahooda ku qarsoon inay ogaadaan bay rabaan. Carabtan waa tan soo sheegnay, firaasada aad bay khatar ugu ahaayeen in dadka aqriyaan qof markasta nafsadaadu ay saafi tahana waad aqrin kartaa dadka haddii fasaadka adduunyada aan ku gelin. Wa jacaluu yatahaamasuun, waxay bilaabeen marka inay hoos whispering baa bilowday, marka in hoos afdhuudhuub baa bilowday, hoos marka in loo wada hadlo. Faqaala waxidu min alladiina fii quluubihim marad, nin munaafaqa oo meesha joogay oo qoliha uurka ka buka ah ayaa wuxuu yidhi fatan caaq abaa ilaa an yusiia liman axsana ileyh, oo wuu yidhi caasiyo ninkii wanaajiyebu maanta saa ula dhaqmaya buu leeyy inuu xumay u rabaa. Lama munaafiq mogtay wuxuu rabaa uu la ogyahay hawshan uu qarinayo. Wa qaala aakhar, nin kale wuxuu yihi bal innahu gulaamu nasha fii taacati illah, waa wiil ku barbaaray ilaahay daacadiisa. Wa ina qasamaati wajhi la tantiqu bisidqi
calaamaadka iyo astaamaha wejigii ka muuqdana runnimadiisii caddaynaysaa buu yidhi. Marka dadku waxay noqdaan qole yidhaahda waxaa saxsan julaas, wiilka waa caasi, iyo qole yidhaahda wiilku been ma sheegay ee oday wax ka khaldan yihiin. والتفت الرسول صلوات الله عليه إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم نبي يقول حصاء من العسل مركة عمير وعرك وجهه سي أو مركب القدوتي لأن بمعنى ويلير نبي كيسون عدي هاي مركي وأركي نوعا ما إن ونحي رنتي مسلم في جوابته إن إيمان يسو مركب وجهه عصاد سقدم والدموع تتحدر مدرارا من عينه إن لهنا أي ساقو الشمال وإلمينه فتتساقط على خده وصدره اللي انتون ايسا اي مركا اضو المريسو لبيه سندم نوض ايو لابتيس وهو يقول اساقو له اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت اللهم انزل على نبيك بيان ما تكلمت الى النبي وحا كسو دجسا وحا عدى وحا انكحلي وحا انكحلي اني صحيحين انكر الهي وآية سو دج هل كفو سكفة دي امر مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحيابها وكو ليمي markii ma degdegin ninka iskama xukumin in jaakum fasiqun binabi'in batal in wax hubiyo oo hadalka filtration lagu sameeyo maxaa sax maana saxayn. Talabaad majlis markuu soo wada fariisay labada nin oo hadalsiiyeen ninba hadalkiisu u dhiibtay kadib uu aamusay. Halkan marka iyada oo runtii la qiyaasi karo jawi ahaan psychology la ogaan karo cidda beenta sheegaysa cidda kale laga kala hadan la dhaarin karo ila ninkan wax laga iska dhaarto lama baqayay ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam baa iska aamusay. فانبرى الجلاس نيكي جلاس أها أي مركب صوكعي وقال إنما ذكرته لك يا رسول الله والحق رسول الله مركا انبرى ذا لقد عروا منه كر يقف مركب ماشي سكسو الدقاق إلا حقا سوتاقنا وحرر إنه ازدفع والله محام كير وحق بي وإن شئت تحالفنا بين يدي هذه الربان لبادن هل كان كل عرارنا بي نداري وإني أحلف بالله أني ما قلت شيء مما نقله لك عمير إله ما نقول له رانا يا وحي وعمر كل شيء وح ودك ما حتى إن أنا شيء فما إن انتهى من حلف من حلفه وأخذت عيون الناس عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد مركي دارت ودمي أول إسلي هذا ما حل جار وقت عمر ودارن لها أضطك عمر ساوس بجانا ينولين هذا دارته حتى غشيت رسول الله صلوات الله عليه سكين النبي مركي حسول النبي كسدت طبعا سكينة ذا النبي يقول سو دقي سمركة وحي يقول سو دقي فعرف الصحابة أنه الوحي صحابة مركة ويكرتين وحي سو دقي وحي فلازم أماكن هنا والبهلكة وفديه ماشي سو مركة وكل دقي وسكن الجواريح من حبنه ذا نق دقاق وايجو جسي وهلكة مركة سترن كويلة ودفرستين ولاذوا بالصمت آموس كان ويقول دالين وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول بمركة رسولك صلى الله عليه وسلم لها صح مركة أولى الرعاية wala wada aamusay dhulkii baa la isku wada nabay cid dhaqaaqaysa markaa maal ilaa wixii baa soo degay wa hunaa dhahara alkhawf walwajl ala aldulas dulas markuu arkay in nabiga lagu soo socdo wixii uu soo degayo baqdintii wax markaa ku bilaabatay maxaa yeelay bini aadamka baa uu sheegi karaa uu isdifaaci karaa laakiin allah subxaanahu wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wa latiifu alkhabiir min fawqi sabci samaawaatin oo alaa innahum markuu ilaahay uu leeyahay wuxuu og yahay حين يستغشون ثيابهم ولا سعداء الله سعداء ما قرنك وبدأ التلهف والتشوف على عمير وحونا بالله بمركز إنه مركا نيكي عمير هاي عندها ساء للرعا وظل الجميع حتى كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة انت سابق هاي من دقاق وحلي واسنو حين والواي نقول بهالك هالسلكي وجوه اسكن نبي والآمس إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيحي هاي اي فيد مين marka nabiga markuu wixii soo dagayo siyaabo kale doon buu uga iman jiray marna nabiga gariib baa qabanayo marna salawaatu rabbi wasalam uu dhiidayaa mar sida silsiladii wixii ugu dhawaaqaya mar sakiina soo dagaysa habab kale doon buu wixii ugu iman jiray saxaabadu way garan jireen marka wixii soo dagayo markii intaa ay dhamaatay fatala qawluhu azza wa jal qawluhu jalla wa azza aayadaha soo dega marka aayada waa tan yaxlifuuna billahi ma qaaluu waxay kugu dhaaranayaan inaysan hadalkaa dhihin walaqad qaaluu kalimata alkufri kelmadii gaalnimadaana waa ay yidhaahdeen wa kafaruu bacda islaamihim islaamkooda kadibna waa ay gaaloobeen wahamuu bimaa lam yanaalu wax ayan gaarayna waa ay ku fakareen wamaa naqamuu ila annagnaahum wa rasuuluhu min fadli
waxa carada iyo kuriga iyo nacaybka islaamkan wax kale maaha, way waxay noocan ma way iscajabiyeeno maadaama ilaahay uu hadmay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey, rasuulkiisana wax siiyey. ilaahay marka wuxuu albaab buu furay, fa in yatuubuu yaku khayra lahum, hadday toobo keenaan toobada u wanaagsan, wa in yatawallaw se haddayse sii jeestaan oo ku adkaystaan, yucadibhum allahu cadaaban aliima fi dunya walaakhira, adduun iyo aakhiraba ilaahay cadaab la xawiyey ayuu ku cadaabi doonaa. wamaa lahum fi lardi min waliyin walaa nasiir, ardadan guudkeedana cid arrinkooda tawlida ama usoo helinaysana malaha. qur-aanka marka uu kala cadaaday aayadan aayadda 74 suurat toba markay soo degtay, fartacada aljulaasu min hawli ma samic, wuxuu bilaabay ninka julaas inuu gariiro kadib markuu maqlay shidada, markaa dhegihiisa ku maqlay, wakaada yancaqidu lisaanuhu min aljazac, bal wuxuu ku sigtay inuu carabka xitaa xirmo uu hadli waayo argagax dartii. iltafata ilaa rasuuli illahi sal alay wasalam waqaal, markaas rasuulka intuu usoo jeesay wuxuu yidhi, bal atuub yaa rasuul allah, rasuul allah waxaan goostay inaan tooba keeno. bal atuub, halkaasay kaga dhigtay, halkaasuu marka ku tooba keenay. sadaq cumayru yaa rasuul allah, ninka cumayra hadalku kuu sheegay waa run, wakuntu min alkaadibiin, anna been loo baanah. asalu allaha buu yidhi, an yaqbala tawbatii wajcaltu fidaaka yaa rasuul allah, ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu tawbadeeda aqbalo. wajcaltu fidaaka yaa rasuul allah, adna ilaahay subxaanahu watacaala ee fidahayga ayaan kaa dhigay, bimacnaa adaa nafsadayda kugu furanaya. intaa markuu yidhi, wahuna tawajaha rasuul sal lay slam ila lfata cumayr bin sacd, nebiga marka wuxuu kusoo jeestay wiilkii yaraa cumayraha, faida dumuucu lfarxi tuballil wajha lmushriq binuuri liiman, in yar ka hor wuxuu la ooyay murug bay ahayd, haddana farxad bu meel isla dhiga u waayey, wabatan indhihii ay qoyeen oo ma aragtay wejigiisa iftiin iyo nuurba marka ka muuqda. famada rasuulu yadahu sharifata ilaa udhuni waamsakaha birifq, nebiga sal lay wasalam gacantiisa sharafta leh buu dhegta ninkii cumayraha saa uga qabtay, si markaa dabacsanaan leh markaas yidhi, wafat udhunuk ya gulaam maa samicta wasadaqaka rabbuk, dhegtaada waxa ay maqashay waa ay oofisay way soo gudbisay, wasadaqaka rabbuk, rabbigaana uu kuu rumeeyey. caada aljulaasu ilaa xadiirat alislaam xasuna islaam, ninkii julaas halkuu ku dambeeyey islaamku waa tan uu tooba keenay, markii hore kelmadaasu ridda ay ahayd, islaamkiisana ilaahay subxaanahu watacaala wuu wanaajiyey. وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدق على عمير من بر صحابة رونتي وناجي إسلام كيسي إنه وناك سنة هذا جدا بوي كيسي أقعدين إذنه وناجي وعمير أقبا جري أه إنه حالة أصيانة ساوي مركو وقفي. وكان يقول كلما ذكر عمير مركز عمير مجي إسالة شيئا نقول ليه جري جزاه الله عني خيرا وإنك إلهي سبحانه وتعالى أبال وناك سنة هكسي فقد أنقذني من الكفر قال نيو إقابت بادي واعتق رقبتي من النار قورتيدا النار تكحرين لي جري هلك كان مركا انت انا ير دافين جبا جودا انا غارين عمر قيبتي سدمو ما من دون تايل موقف كان وموقف كنت مشرفه تاريخنا اوغال عمر قفك بني ادم كسيدي سبا وها كو ايمان كارت لبا حالود او ادق او دنا ان ورنتي منا او دقاجين كري الله شنو ساس اي مركا اي او بدن تايل xaaladahaana waxaa ugu daran markay adduunyo taho kale waad miisaami kartaa, mushkilad male aakhara arrimaheedan iskuma dhacaan, laakiin waxaa laga yaabaa shay adduunye ah iyo shay aakhara hadday isqabtaan qofka muminka waxaa la rabaa mudnaanta iyo horumarinta inuu siitii aakharo, waladaaru alaakhirati khayr wey, markii shaqadaada iyo salaada isqabtaan salaada prioritiga iskale, markii shaqada iyo salaada jimcada isqabtaan salaada jimcada prioritiga leh, markii xalaal iyo xaaraam isqabtaan xalaasha mudnaanta leh, waxa loo baahay mar walbaba qofkii inuu dhigo shay walbaba hal booskiisa marka inuu dhigo. waxaadna ogaataa ninkan cumayr ahaa hadduu ka fekeri lahaa nin agoon baa tahay, hadda adoo 14 jir halkaa derbiyada kasoo kici lahayd, guri iyo wanaagsanna waa degan tahay, wax kastoo isugu kaa qoofalan yihiin, ninkan iyo hooyadan ha kala geynin, adigin yaan guri lagaa saarin, hadduu nambaradaa ka fekeri lahaa waxay noqon lahayd kow inuu diinka ilaahay meel uu kaga dhaco, ninka kan inuu gaalnimo ku dhintay noqon lahayd, oo bimacnaa kelmadani waa kelmad islaamka loogaga baxay, laakiin ninkan wuxuu qaatay go-aan ah isagoo wiil yara go-aan wuxuu qaatay ah, wuxuu yidhi laa akhuunu allaha wa rasuula, ilaahay rasuulkiisa marnaba diyaar ma inaan khiyaamayo. kelmadda mowqifka markuu qaatay ilaahay wuxuu qadaray kow inuu isaga ilaahay raadi ka noqdo, laba ninkii julaasa islaamkiisa inuu wanaagsanaado oo ilaahay markaa uu ka tooba aqbalo, saddex isagay noloshiisa inayba kasii wanaagsanaata tii hore, oo bimacnaa maxaa ilaa aljulaas wuxuu ku ogaaday ninka kan
ama ogaado inuu yahay nin daacad ah, nin daacad ah oo wafi ah oo aanan been sheegayn na jaabana markaa. Halkaa marka waxaad ogaataa wixii adduunyo ama aakhira darteed aad runtii aad tadxiya ugu samaysay ilaahay subxanahu wa taala meel cidla kuma dhigi doono. Maxaa yeelay wala daaru aakhirati khayr maa cinda allahi abqa ma cindakum yanfad wamaa cinda allahi waxa marba baaqiga ah cinda allahi jala wacala. Shay walba markaad ka aqrisid nambaradaas ah alaakhira 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 halkaa wa halkaan ku badbaadi karna wey. Waxaa kaloo haddana laga qaadanaya qofka muuminka ah inuu ka fogaado meelaha tashwiishka lagu gelin kara iimaankiisa, gaar ahaan dadku isku mid maaha, dad munaafiqiin baa jira, dad calmaaniyiin baa jira, niman liberalismka aaminsan baa jira, qole ibaaxi aaminsan baa jira. Maanta waa nalagu soo batay dadku dadkii maaha, soomaalidii aad ogeyd maaha, wax walba boqolkiiba boqol la dhihi jiray way isbedeleen. Ma rabtaa inaad ogaato cidaan nahay, kulub hooska gal bal dhegeyso. Ma rabtaa inaad ogaato soomaali waxa ay noqotay bal facebook dib ugu laaba. Dadkii maaha, dadku isbedeleen. Marka qofku inuu yidhaahdo anigu muumin baan ahay, meel walba waan dhegeysanaya, halkan waa kala garanaya, intaan baan ku jiraa, gruubkan baan ku jiraa, iimaan qofka ilaa intee buu isdifaaci karaa? Marka biyo kaa badan ku qaadaya dadkan tirada badan maanta, hadduu kii calmaaniga oo secularismka aaminsana kelmad kugu tuuro, kii liberalismka aaminsana kelmad kale kugu tuuro, kii kale isagu ibaaxiga aaminsana wax walbaba hadduu kelmad kugu tuuro, kii munaafiqa kelmad hadduu tuuro, kii atheism-ka caalamka u wada ee lahaa ilaah ma jira hadduu kelmad kugu tuuro, adigu markay ugu yartaa calaqal waxaad gelaysaa xoogaa inuu kusoo galo ma aragtay wasanka uu kaa lumo, calaqal intaasay kugu imanaysa. Qofka marka waxaa loo baahan dhagaha waqtigii la xiran lahaa oo meelaha aadan gelin ilaa inaad daaci tahay wax u sheegaysid mooyaan, oo haddaad aqoonteeda leedahay oo shubahadaas iyo confusionska islaamka lagu soo aruurinay haddaad difaaci kartaa meeshayn. Ninkan julaas ahaa la fariisata munaafiqiinta uu la fadhiyey iyo waxyaabaha shukuugta ay meelaha wareejin waxa keena wey taana ogaada annagu hadda iska waxaa laga yaabaa in mithaal markaana lahayn qofku uusan runtii dhihi karin see marka u fahmi karaa. Ma foga waqtigii la ii keenay gabar 18 jira Soomaaliya oo wadata buug bay wadataa, buugga notebookska bay wadataa, waxaa ugu qoran in ka badan yacni ma qiyaasi kara boqolaal baan dhihi karaa. Oo ay soo urursoo leedahay waxaan waa shubhi, waxaan aqriyay buugga, wuxuu leeyahay nebiga waa sidan, qur-aanka waa sidan, adigu aayad walbo qur-aanka ku qoran oo buugga gabadha ugu qoran diinka ilaahay bay markaa bimacnaa waxa qoraalkaas wuxuu meel uga dhacaya diinka ilaahay ama nebiga la duraya ama qur-aanka la duraya ama islaamka wax laga sheegaya. Waan weydiiyaadeera waxaan intee ka keentay may waxaan dhegeystay hebelo, waxaan kaloo dhegeystay hebelo, idaacadaasaan la socdo, buuggaas baan aqriyo, waxa ay urursato dhanba dad baa ku shubay. Marka meelahan waa laysaga sheegay qof markuu dhagaha u raariciyo kufrigu ma foga. Qofku waxaa laga yaabaa yumsii muminan wayusbixu kaafiran wayumsii kaafiran wayusbixu muminan qulubtan ilaahay subxanahu wa ta'ala gacanta ku hayo, waxaan macno lahayn baa marka u dhufan kara. Marka yararka haddaad aragtid inay maanta dhan waxay ku keenaan kontan mas'alo oo wada shaki badan, wax kale maaha, halkay ka keenaan dad kale kusoo qofow. That is why ay wanaagsan tahay iyadoo qofku inuu xaqriya ay tahay, iyadoo qofku inuu dhegeysa ay tahay, haddana meeshaad wax ka qaadanaysa iska ogow. Walidaalika waxaa laga soo wariyay salafka inay dhahaan ina hada alcilma diin, cilmiga kan waa diin. Cidda aad ka qaadanaysa diinka waa inaad ogaataa. Qof kasta lama aqfaristo, qof kasta lama dhegta lama amaahiyo, qof kasta lama yiraahdo buuggiisan aqrinaya. Maxaa yeelay dad waxaa jira oratoriyaal oo hadal ku gelin kara. Nebigana wuxuu leeyahay inna min albayani la sixran, codkarnimadu waa sixir. Fakar aanu kugu jirin buu qofku gelinayo. Dhaggii shuuciyada berigi tababari jiray dad isaga fadhiya wax laga dhaadhicin jiray badbaad ku jirtaa, markaas waxa arkaysa askartii iska dabaalanaysa oo xabadka dhulka. Marka bimacnaa keliya ninka hadalka suu u gudbinayo isu dadka marka u qanciyo waxaasoo dhan maadaama ay jiraan, qofka muminka dhagihiisa waa inuu suuf u gashto oo xirto meeshaa fariisanaysid ciddaad dhegeysanaysa waa inaad fahmi kartid. Laakiin haddaad dhahda gaalkan wuxuu sheegay haan iska dhegeysanay oo kan aad dhegeysatid oo buuggii soo baxaad aqrisid, bidaacadaada islaamkana iska yartay waa khatar. Waxaan aqaan dad fara badan oo runtii ahlu khayr ahaa oo markii jaamacaadka ay noo tageen, anigu ma aqaan ma aragtay waxa lagu dhigay falsafan qaatib kulkiyo dhan kale u jeeda soo baxay way wanaagsanaa leh hadduu xataa falsafadan uu sheegay hadduu fahmi lahaa, ilaa falsafadaaba u baahan inuu fahmo. Isagoon fahmin buu meel fog bahasha ka laalaya. Waxaa arkaysaa qofkii laa falsafadiina ma gaarin, maxaa yeelay hadduu falsafada fahmi lahaa falsafadaaba bari lahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jiro. Ilaa falsafadu waa pile of questions, falsafada haddii aad fahamtay sidaa ay tahay iyada ilaahay ku baraysa
لوجيك السوي هذا فهمت إساق كبر إله سبحانه وتعالى. لكن فلسفة أنا أفهمين وحي ماث ودي أنا أفهمين وحي سنتيفيك أنا أفهمين بوقتي أنا أفهمين با إسلام كوار كوب الله وحو مغل إسلام كالا ويرا ومغل متايا إسلام كالا ويرا ما أردت من بورصات قالت إسلام كالا ويرا ما شاء الله ما مذكوش أدو تفت إسلام كالا ويرا من نرويجي جبانو إله سبحانه وتعالى إله ويرا ما مركز لا ذا وحبان نقاش يا قفك وأنو فردي وأنو نقبل هي تتكاس وكل ماش أوهر يسوار وكب الله والمساجد وكلها وحافظ دي قضايا شيء كذا ما تيجي وحافظ دي تكسير ليا شيء بس درايفرز كي وحمد براني أبو كب الله هل كاس وفر دي مقاعد وكشكله ده كسيدا صوك لا وإن أجدان في لحظة واحد وقفك إسلام كجبي حكرا مركو دينك إله يكون جس جس وقل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون من القرآن كأنت سمك التحية قفك وحبرتي حلو قبها بلسلا وهم كوميونيتي أباهم وح صبرت إنك أباهم هدان جاهلين وحناشك هدان وحكو دارنا وحكو شيقنا لكن ما لها إلا إنت ما أنت لن لوريغو أو إسلام كأون ما أنت لن لدكيو أما بأ اللهم الله مستعان مساجد يدك الجوغو لغو مشقوله دمرك حجاب كويتي وحلق الشيخ وحي خير وحلق الشيخ اسلام كان يقول كسو كردين على الاقل حتى كفر كان ما انت كفار هذا نو بر لين هم بو الله كي حتى هذا نو هينين خطرت اذا مكلاد مركه جلاس محقق صدي وح كلام ما هين دغه و خو راريه نيمان تي منافقين تاها لكن حل نغ ما هي داعدا لويالتي كان نكن او موجي اسلام كو واسدان انتجريتي ولي قف مؤمن كا مركو كلي يحي اله هورتاغان مركو كم قن يحي ملك سو جو في كل لحظه اله هورتاغان innagu u baahnin in kamaradna la dul dhigo oo video nalaga duubo oo u baahnin in marka warkeena la duubo qofka muuminku ama ubnaashu jooga mi iimaanka oo iimaanka loo baahay wiilkan dhowr iyo toban ba xataa aanan gaarin mar haduu gartay in ilaahi rasuulkiisa kaliya loo ilaa noqdo qofka muumina ee da'deena wixii naga weyn wixii naga yarba runtii dawbay ku tahay inay gartaan in islaamka daacad loo noqdo hadaba gabagabadii wuxuu leeyahay jazaahu allahu anni khayran faqad anqadani min al-kufri wa ataqa raqabati min an-nar wa ba'd فليست هذه أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي عمير بن سعد ولا أشدها تألقا تيها دانو شاقني ماها تنقص الرئيسة أما يفتينك بدأنا ليش يسوان مرتي ماها وإنما في حياته من الصور ما هو أزه وأجمل نريش يسوحا كله سوان مري وحتن كقرح بدن فإلى لقاء آخر مع عمير بن سعد في كبره وحنقول من دوننا كلن دنبقن كجهد للدون عمير أوينا ذوانا درسي بري بإذن الله سبحانه وتعالى بالله التوفيق.